اللي بيعرفني كثير ناس بتعرفني من زمان، واغلبيتكم بتعرفوني من 4 سنين. 20 سنة بعالم الكوربريت. اجت الازمه الاقتصاديه وخلتني ابتكر يمكن لو ما صارت الازمه الاقتصاديه انا ما بعرف. هي هذه الفكره بحد ذاتها بتخلينا نشوف انه عن جد التحدي والابتكار هن من الاساسات. بعتقد يو اجري معي قديش صار في عنا نحن تغيير مهنيكم على الشغل اللي بتعمل. بس بعدني جاي من الصحراء لترالي من 16 ساعه. هلا هي صحراء بس هي مدينه المستقبل من دبي، جاي خصوصي وهلا بعد 6 ساعات كمان تجارة. بس وقت اكون هنيك وارجع لهون اما على راسي هون اقفل في شيء غريب عم بيصير. طب انه ليش دبي فيها حكومه ونحن ما عم نقدر؟ ليش كل هالجهد اللي عم بينحط هون منه جهد عم نقدر نوصل فيه؟ صحيح انها تحديات، واليوم بعتقد اليوم بالذات نحن اكبر تحدي. انا عم شوف عائلتي بتبقى بتفل منا هينا، احنا دائما بنتحدى. وانت ماني قال من 2001 لبعد قبل وجدودنا نحن بحاله تحدي، بس عم ننجح بمحلات ونفشل بمحلات ثانيه. السؤال هو اكبر انه معقول بدنا تغيير فكر منهج، خاصه اليوم بسنه 2023. طيب انا عملت 20 سنه من حياتي برات لبنان، خصصت برا، عشت برا ورجعت على لبنان، يمكن عكس التيار. صرت على لبنان شو بدنا نعمل؟ فتنا بوظيفه تمام مثل غيرنا وترقينا ومشينا، واجت الازمه مره ثانيه خلتنا نرجع نبتدي. بس من اساسه انا بدي اكون هون، هيدا لبنان. فاجي بالطياره من دبي وصل لهون فيها شيء لبنان، ما فيكم تمشوا على الطرقات. هلا بالنسبه لبعض الناس منا شيء مهم، بالنسبه لالي كثير شيء. وين عم بوصلكم بهذا الحديث؟ مش لانه نحن لبنانيه وبنحب لبنان، هذا شيء بيعطينا الباشن اكيد، نحن تحدينا وكل ما نتحدى كل ما نتقدم اكثر. بس في شيء بلبنان ما في منه مدعم وبننطلق منا تنفوت بالبرزنتيشن اليوم. ثوره مين شارك بالثوره؟ ما ترفع عليكم اذا هم بتعرفوا كلنا شاركنا بالثوره. اليوم في ثوره ثانيه لازم تكون، مش بالثوره العاديه اللي احنا لازم نشوفها وفينا نعملها. اختصاصي تحول رقمي مع ديجيتال ترانسفورميشن، بشتغل مع ونساعد ونتعاون كثير مع شبكة التحول الرقمي والحوكمة الرقمية، ونشتغل كثير مع البرايفت سيكتور. أم عندي بريفليج إنه نكون ببعض المحلات فنقدر نحن نغير، وهذا يمكن الشغلة الوحيدة أنا اليوم طلبها لحالي هو نغير. التغيير the only constant. عندنا مجلس الوزراء، عندنا مجلس النواب، قدرنا نقشنا يمكن عقول متحجرة بس قدرنا نقشناهم وبتينا الاستراتيجية مع التحديات. وربيع أشهد على الموضوع قديش كانت آخر ساعات قبل ما يمروا اليوم. وين اليوم؟ اليوم بعد واقف أخذ 18 سنة تينعمل وغيره من القصص. بدنا شيء جديد، وهي هي الثورة نحن لازم نحن نفوت فيها. فهلي بده كوبي من البرزنتيشن بليز يعمل له سكان ورجع ببعث لي حالاته. شو التطور؟ اليوم أنا بعالم التكنولوجيا تمام؟ شو يعني تكنولوجيا؟ كل ما تحكي حدا هون تكنولوجيا في بعض الناس تحكي لهم إيه هلا في عنا برايورتيز مضبوط مثل ما قلت يمكن على الزراعة وعلى غيره، بقول إيه لازم يكونوا. بس اليوم في عنا نحن جولدن أوبورتيونيتي لازم ناخذها. إذا ما أخذناها نحن ما فينا نتقدم. إذا بنطلع بسنغافورة، سنغافورة يعني عم تعمل معجزات. ليش؟ لبنان فاشل؟ تا
هالقد ما بيقدر يعمل معجزات؟ يمكن ببعض المحلات وبعض القطاعات ممكن، بس نحن بحرم جامعة عم تجهد جهد كتير كبير تيقدروا يعملوا المستحيل، وكل فرد فيهم كلنا بدنا التحسن، كلنا بدنا لقدام، شغل كتير مهم. فأنا عم بحلم؟ لا. أنت عم تحلم؟ لا. قولي عايش في طفل؟ لا. في عنا opportunity اليوم نحن نبدأ نخدم. مثل ما قلنا سنغافورة عم تعمل معجزات وعملت معجزات، كان عندهم يعني كتير قصص very similar لأن قدروا عملوها بأقل من 50 سنة. دبي زاد الموضوع. ليش؟ طبعاً عامل سياسي كتير مهم، بس في اعتماد كمان على الناس، على العنصر البشري اللي نحن اليوم بعدنا ما عم نقدر نستفيد منه. عندهم great leadership، في عندهم political position، عندهم education، عندهم industrialization وعندهم investment. يمكن عامل investment اليوم منه موجود، في جهد عم بحاول ينعمل، في جهد أنا عم بحاول أنا شخصيا ببعض القصص اللي أنا بقدر أقول فيها، بس في investments منا اليوم عنا إياه، بس كمان في تحدي كتير كبير، وفي شيء أهم من هيك، في ابتكار. دكتور سامي حكيت عن ابتكار، بدي أحكي عن نقطتين من الابتكار، وفي تحدي، هولي عاملين بخلونا نحن نقدر نتقدم. زاد الموضوع بالإمارات، في فرق شغلة صغيرة، كمان هذا فيجن، بس اليوم الفيجن وليد القرن 21 تختلف، والاختلاف بالفيجن كتير عنده أساس. صحيح عنده البترول، بس الاختلاف بالفيجن كتير مهم. وأنا عندي فيجن مثل كل شيء، مثل كل واحد منا، في تحديات قد ما بدنا. إذا نطلع على الأرقام، دكتور ساندي مرقت عليهم، نطلع منلاقي أوتلوك نيجاتيف، انه عالم ما بتفل، ما في investment، categorization تبعنا بالinnovation وغيره مش منيح. بس لازم نطلع على الارقام الثانيه كمان، هل هي نحن بالease of finding talent؟ يعني اليوم انا اذا بدي talent منكم بلاقيها بسهوله. ليه؟ اذا بدي digital skills، نحن 23 من العالم، يعني عندنا KPI كتير مهم، وأنا I need هالسكيل to make a difference. طبعاً I need a lot of things، بس عندي هالسكيل اللي أنا بقدر أعمل capitalization عليها بمشي لقدام. Quality of math and science، العالم عم بتنطى يحصلوا على البوزيشن تبعنا، وما رح يحصلوا عليه، لأنه في جهد نحن عندنا بعد شغلة للإدوكيشن سيستم، وهيدا بيخلينا نحن نقدم ونبتكر ونواجه أهم مشاكل اللي بيحذر بيطلع له كده. مين بدنا نواجهها؟ هل لا أكتر ideas أكتر مين AI بيطلع لك كده مش هيك في كيسه؟ اليوم بطلت مواجهة مع الدولة اللبنانية، اليوم مش مواجهة مع الدولة اللبنانية، مش مواجهة مع ما في investments بالمعنى، مش مواجهة إنه ما عندنا قوانين. المواجهة اليوم صارت مع المشين. And guess what؟ مواجهتين. بطل الشرق والغرب، أمريكا والصين وما يفوت بالنص هن اللي بيقرروا، عم بيقرروا أكيد. بس بعالم التكنولوجيا بطل هن اللي عم بيقرروا. صار في كل واحد منكم يكون اليوم empowered بعالم التكنولوجيا فيخلق هو الستارت اب تبعه. بدها انفستمنت اكيد، وعالم تسألت موضوع البلوك تشين، وهيدا العالم يمكن الوحيد اللي عم بحاول يطلع من المنظومه كلها. فاكيد بدها ثوره جديده، وما عم بلاقيها اليوم، مش موجوده هذه الثوره. مع مين ما تحكي بقول لك تكنولوجيا ما مش موجوده. إذا نطلع على الثورة الصناعية الرابعة،
في فيديو صغير ما بعرف اذا معي وقت زي ما في وقت. اوكي سو رح اقفل الفيديو بس مهمه يمكن اول ليه فوت بموضوع وين رايح التكنولوجيا. عندنا AI and security، عندنا robotic process، generative AI. سنة الماضية ما كان generative AI لبعض، كان في بس شيء اسمه AI. quantum computing، super apps، metaverse، industry، cloud، blockchain، that's second and 5G. اليوم عندنا Huawei، they are leading on the 5G and soon on the 6G. And they are challenged. قد ما بدكم challenge كثير كبير وعالم، but they were able to make it. لأنه there's a will and there's a vision. Again, how can we take كل هالقصص نحن نحولها بدمنا؟ لأنه كتير مهم، كل واحد منكم عنده دور، وإذا بتقولوا نحن ما عندنا دور، نحن عم نفشل. بعتقد يمكن كان هذا الفشل اللي قبل نحن ما عم نقدر نقوم فيه. هل بيعرف مين هول الرقمين؟ شو هن هالرقمين؟ كمان بيطلع بكذا. لا شوي صعب. اكتساب كمان بس ما 4AI كلوس. وقت نحكي عن هول ونأخذ مثلا واحد بس، جينيراتيف AI 4 تريليون دولار قيمته الاقتصادية. قد ايه عمره الجينيراتيف AI؟ أقل من سنة. رح أسأل أنا سؤال سبيسيفيك، 4 تريليون دولار. رح أسألك شو عملتوا بالجينيراتيف AI لتفوتوا بهذا العالم؟ مش تعرف من السؤال بس أهلي أتونا بلشنا بيانا بلشنا نعمل توكس. هلا أنا رح أطلع أول الجواب. ليش؟ لأنه نحن بحاجة تنبست أكثر. شو يعني 4 تريليون دولار؟ وأنا بعتقد الجواب هو أفرس بروم، مش اسمار واحد. We're doing nothing. We are doing nothing. عنا ليدر هوني كمان بموضوع الـ AI. She is doing miracles. هلا شو التوك من بعد ظهر عالم. شو يعني 4 مليون دولار؟ إذا لبنان بس بياخد 10 مليار دولار، هذه هي رقم 10. طب ما أقولي نحن ما فينا ناخد 10 مليار دولار؟ وعملنا study by the way إنه شو عم بيصير هون بلبنان مع شوية تنظيم، لأنه نحن عنا قلة تنظيم كتير كبيرة، مع centers مع universities نقدر نوصل مش على 10 تريليون دولار. عم نحكي knowledge economy أما digital economy. 10 تريليون دولار is nothing. I might be challenged. بس معقول ما نقدر ناخذ من اقتصاد جديد واحد 4 تريليون دولار عم ناخذ 0 فاصل. هيدي هي الثورة اللي نحن بدنا، ثورة جديدة نقدر نحط التكنولوجيا بقلب كل شيء. نحن هلا اليوم بايب على أمريكا ما بنقبض منه شيء، كيف فينا نحن ننتج؟ وشفنا مع نيكولا كمان، شفنا مع بريتك شو عم يعملوا قبل، جهد كتير كبير. اليوم هلا بدي احكي على موضوع الجامعات، وعندنا دور كتير كبير بالجامعات، وشو ناقص بالجامعات، لانه عم تعمل دور هائل بس في شغله ناقصه. يمكن بيرتك عندنا مفتاح، وهون يمكن التعاون. انا بحس انه دائما بلبنان نحن بحاجه للتعاون، لانه وقت نحكي تحول رقمي نحن بحاجه للدوله وبحاجه للقطاع الخاص وبحاجه للجمعيات والبرايفت سيكتور وغيره. بس كيف فينا نشتغل مع بعض؟ وهذا بعتقد من القصص اللي نحن عم نحاول نعملها. بس منا هين حاجة لبعض، ولا نفس طويل. وإذا بقلكم شغلة، نحن مفكرين إنه هذا الـ AI اليوم اللي عمره مين بيعرف اللي عمره الـ AI؟ 1953 generally the concept was great. وبيطلع لك كده يا اخي اليوم ليش انا شايف شيء ثاني؟ اذا generative AI قدر قلب الطاوله بلش يعمل دي يلا
تعرفوا عن جد قد ايه بحكي انا اذا بتضل في عندها رهبه بتطلع خلينا نستفيد من الوقت. اذا تخيلوا بس جينيريتيف اي اي قلب الطاوله بظرف 11 شهر وهيدا الاي اي صار له 73 سنه انا ماي بريدكشن جس وات في عاصفه كثير كبيره جاي احنا بعدنا باولها كيف فينا نفوت بهذا الباص did we miss the bus لا who thinks we missed the bus we are all challenged بس كنا لازم نطلع على الباص تاني ويس النهائي بدنا نربح تنكون سائرين بعالم التكنولوجيا وفينا نعملها اليوم ما بدنا حدا هيدي كتير مهمة فينا اليوم نحن نعمل development لsoftware generic ideas training أنا اليوم أول ما تركت شغل أول ما شغل استثمرت عليها digital training I had to re-innovate I had to invent myself عن جديد ما بعرف شيء طالع عندي corporate world okay I might succeed I might not ما بعرف بس I know my skills and I know في عندي شيء أقدر أنا أعطيه and on the digital world ما بدي حدا يقدر يقول لي فيك اما ما فيك في بلاتفورمز قد ما بدنا اليوم you don't have to be the best developer بس the mentality has to change عشان هيك لابتك اما لبنان تكنولوجي 4.0 has to be created مثل industrial revolution 4.0 كتير مهمة فنحن لازم نلقط كل الدعم تبع البرايفت سيكتور ونشوف كيف فينا نحن نشتغل مع بعض من هيك كنا بدنا نفكر هون ما في حدا غريب بس في مشكلة بالبرزنتيشن لا هي اكشلي ما في مشكلة ما خلص وقت بس اذا هلا اقول كم واحد تكنيكال سبورت يجيني 100 ايد كم واحد اي اي بدي اغير هذا المصدر اوكي هولي نحن المستقبل تنقدر نكون عن جد قادرين نشتغل فيها ونكون نحن رائدين بهذا الموضوع وهذا التوب تبعي. Thank you لكم.